يغتالون باسم الإسلام. هتفكر مصر تكفر المذاهب الأخرى. هيكون فيه دماء، هيكون فيه سيارات مفخخة. هم داخلين في عناد مع الناس ومع التاريخ ومع الحقيقة. الحق يملأ قلوبهم. هذا ما يفعله الإخوان المجرمون. ولذلك تساءل أين الله في أفعاله؟ أهلا بكم من دعوة الإخوان المسلمين في القاهرة وهذا المنظر الأعظم لهم سيد قطب بينتقل كتاب معالم في الطريق بأفكاره إلى كل مكان في أصقاع الأرض. وصل هذه المرة إلى الجزائر، ومن الجزائر كان هناك لجنة، هناك جمعية بتتبنى أفكار سيد قطب والأفكار القطبية بشكل عام، وبتتخذ من هذه الجمعية نفس الفكرة التي تتخذها باقي المرقبات الإخوانية في كل مكان، حيث أنها تابعة فكرياً وبل فيما بعد تنظيمياً إلى تنظيم الإخوان الأم في مصر. بشكل أو بآخر انتقلت وريقات وأفكار موجودة في كتاب معالم على الطريق إلى الجزائر، واحتفى بها مجموعة من الإخوة الجزائريين في حرب التحرير في البداية وجبهة التحرير، ثم انزوى هؤلاء في أماكن بعيدة ربما عن جادة الحياة المدنية، وأسسوا جماعة إخوانية بأسماء مستعارة داخل المجتمع الجزائري. شخصية اليوم شخصية بيثير الجدل بشكل كبير وما زال حي حتى الآن، يعني من الشخصيات القليلة المتواجدة حتى الآن، لكنه بيحمل هذه الأفكار منذ نعومة أظفاره وحتى الآن بنفس الطريقة. كان العناد هو فلسفته في التعامل مع القضايا، سواء القضية السياسية، ولم يكن يفهم إلا لغة واحدة هي لغة القتل، لغة التشريد، لغة المواجهة. كانت أسلحته واضحة، وكان مساحة الحوار لديه قليلة إلى حد كبير. شخصية اليوم هو القيادي في جبهة الإنقاذ الجزائرية علي بلحج. عماد، علي بلحج ده شخصية مثيرة للجدل، ما زال موجود حتى الآن، كان يشارك شراكة متساوية مع عباسي مدني في إنشاء جبهة الإنقاذ الجزائرية اللي أدخلت الجزائر فيما يسمى بالعشرية السوداء، اللي راح ضحيتها 250,000 بريء جزائري دمائهم في رقاب هؤلاء، خاصة شخصية اليوم علي بلحج. هتركك تعبر برشتك وهواصل التعبير عن ما هي أبعاد هذه الشخصية علي بلحج. عام 1956 ولد علي بلحج في جنوب الجزائر في مدينة أدرار تحديدا. كان والده عضو في جبهة التحرير، تحرير الجزائر، وهذه الجبهة جبهة التحرير كل العظماء الجزائريين وكل رجالات الثورة الجزائرية ورجال نضال الشعب الجزائري كانوا في حرب التحرير الجزائرية، ومصر كانت بتدعم هذه الحركة وهذه الحرب في فترة ستينات، فترة الرئيس جمال عبد الناصر، اللي بدأ الإخوان المسلمين هنا في القاهرة في إهالة الطراب على هذه الشخصية والهجوم على عبد الناصر في كل أفعاله في كل توجهاته، حتى وصلت هذه الهجمات المعنوية على شخصية الرئيس عبد الناصر حتى إلى الجزائريين الذين يتخذون من أفكار سيد قطب وحسن البنا نبراسا لهم في طريقهم. علي بلحج أبوه كان من ضمن جبهة التحرير، دخل حرب التحرير وانتقل مع عائلته من الجزائر إلى تونس من جراء هذه الحرب الشرسة، الحرب الضروس، حرب التحرير. والده كان ضمن الثورة الجزائرية سنة 59، وكان أحد المناضلين الأشداء في الثورة الجزائرية. كان وظيفته في الثورة الجزائرية حاجتين: نزع الألغام وزراعة الألغام. يعني كان أبو علي بلحج متخصص في زراعة الألغام وتفخيخ الطرق، وفي نفس الوقت عنده القدرة على
نزع هذه الألغام وإبطال مفعولها. ده كان التخصص الدقيق للوالد والد علي بالحج، لكنه استشهد عام 1961، استشهد وكان عمر علي بالحج 3-4 سنين أو 5 سنين تقريبا. والدته توفت بعد 3 سنوات من وفاة أبوه، وكان علي بالحج عنده 10 سنين، يتيم الأب ويتيم الأم. اتربى علي بالحج في المدارس الموجودة في الجزائر، ودرس القرآن ودرس الحديث ودرس الأدب، وكان يبدو عليه علامات الاهتمام بهذه العلوم الإنسانية سواء اللغة العربية أو الأدب أو الشعر العربي. وكان عمه وباقي أسرته كان هم اللي بيرعوه في هذا التوقيت. تزوج سنة 1980 وأنجب 5 أبناء، وبدأ اسم علي بالحج يظهر في الزوايا والمصليات والمساجد الصغيرة. وكان حسن العرض، وكان عنده لباقة وعنده لياقة ذهنية في التعامل مع القضايا الفقهية والقضايا اللغوية. كان بيطوع اللغة العربية لدغدغة مشاعر الجماهير، زع صيته بشكل كبير في الجزائر حتى صار نجما من نجوم الخطب، نجما من نجوم الطيار الذي يتحدث بالقرآن والسنة ويدغدغ مشاعر الجماهير التي تتوق إلى سماع مثل هذه الأمور. وكان بيحمل تاريخ أن أبوه كان عضو في الثورة الجزائرية واستشهد نتيجة هذه العمليات التي قام بها، فكان لديه رصيد بيحكي ويتحاكى بأبيه، ويحكي ويتحاكى بأنه ابن الظروف الصعبة، ويحكي ويتحاكى أنه ابن التيار الإسلامي الذي تشرب من أفكار سيد قطب التي جاءته عبر وريقات كتاب معالم في الطريق إلى الجزائر العاصمة. سنة 1983 بعد زواجه ب3 سنوات تم القبض على علي بالحج. القبض عليه كان ليه قصة. أول مرة يتم القبض على الداعية الإسلامي علي بالحج. إيه اللي حصل؟ كان علي بالحج وصل به الأمر إنه هو يصدر فتاوى. كان بيجد من الآيات والأحاديث ما تطوع أهواؤه لخدمة أغراض أو انتصاراً لموقف أو انتصاراً لشخص أو لرأي. في استخدم علي بالحج فتاويه في هذا الإطار، حيث برر قيام أحد هؤلاء المتشددين التفجيريين التكفيريين بعملياته، وبرر من خلال إحدى فتاويه لهؤلاء القيام بعملية تفجير. تم القبض على علي بالحج في قضية مشهورة في الجزائر اسمها قضية علي بو علي مصطفى. بو علي مصطفى ده من أوائل الدعاة للعمل المسلح في الجزائر، يعني أول من بدأ يدعو إلى العمل المسلح والتفجير والتغيير بالقوة والحاكمية، من تبنى أفكار سيد قطب الأفكار التنظيرية والنظرية كان علي بالحج. بو علي مصطفى أول من تبنى الفكر الإخواني اللي هو فكر التنظيم الخاص، اللي هو فكر التغيير بالقوة، فكر التصفية، فكر القتل، فكر القنص، فكر التخلص من الخصوم بقنصهم أو بإلقاء الرصاص عليهم أو ما شابه. مين؟ بو علي مصطفى. من أعطاه الغطاء الفقهي كان علي بالحج. ده كان في السبعينات والثمانينيات. كان بو علي اللي هو قائد التنظيم المسلح في هذا التوقيت، اللي واخد غطاء فقهي من صاحبنا علي بالحج، قاد هجوما في منتصف الثمانينيات على مدرسة الشرطة، تمكن من الاستيلاء على 340 قطعة سلاح، ده في عملية واحدة، و 18,000 قطعة ذخيرة. تم إلقاء القبض علي القبض على أغلبية أفراد التنظيم، فيما بقي بو علي مصطفى في حالة فرار، لم تتمكن أجهزة الدولة والشرطة والبوليس والجيش من القبض على بو علي مصطفى منفذ عملية الهجوم على مدرسة الشرطة وسرقة السلاح والذخيرة. تنو هربان لغاية 1987، يعني من 81 ل 87 هربان كم سنة، وفي النهاية في عملية نوعية تم نصب كمين للقوات الأمن لعلي ورفاقه، وتم القضاء عليهم وتصفيتهم جميعا، وكانوا 5 من رفاقه، وانتهت قصة أول من نادى بالكفاح ضد الدولة من وجهة نظرهم أو التصفية أو المواجهة المسلحة، كان بو علي مصطفى اللي استقى كل أفكاره من علي بالحج.
وقتها في هذا التوقيت تم الحكم على علي بالحج بخمس سنين سجن. ليه؟ لأنه هو اللي أصدر فتوى جواز القيام بالهجوم على مدرسة الشرطة وسرقة سلاح، هو اللي اداله رخصة، هو اللي ادى رخصة. بيفكرني بمين؟ بالشيخ عمر عبد الرحمن أو الدكتور عمر عبد الرحمن، مفتي كان اسمه مفتي الجهاد، كان هو اللي أفتى بجواز سرقة محلات الذهب من المسيحيين، مش كده وبس، وجواز قتلهم كمان لو قاوموك، لأن ده قال المسيحيين وأموالهم حلال ليهم. ده كان بيظن عمر عبد الرحمن هذا وأفتى بهذا، وقام المجموعة من جماعة الجهاد في هذا التوقيت بتنفيذ أكثر من عملية نوعية بسرقة محلات الذهب في أسيوط وفي الفيوم وفي القاهرة وفي أكثر من مكان من جراء فتوى عمر عبد الرحمن. بنفس الطريقة نفس الفكرة في الجزائر، علي بالحج أعطى فتوى وأصدر فتوى بجواز سرقة السلاح من أجهزة الأمن أو من الدولة وتصفية المقاومين من الدولة، يعني اللي يقف قدامك خلص عليه. تم الحكم عليه بخمس سنوات سجن وواجبة النفاذ، وكانت التهمة بتاعته تكوين جمعية أشرار، تكوين جمعية أشرار، وإحنا بنتكلم في أهل الشر، فهو أسس جمعية أشرار داخل الجزائر، وعدم التبليغ عن وقوع الجناية، وتلاتة سب هيئة نظامية اللي كان بيشتم في الدولة وبيهاجمها. علي بالحج كان مسؤول عن إصدار الفتاوى الشرعية لعملية أبو علي مصطفى وحركته المسلحة، وتنقل علي بالحج بين مجموعة من السجون زي تيزي أوزو وسركاجي وخلافه. اللي بيعمله علي بالحج كان بيعمله عمر عبد الرحمن، مفتي الدم، مفتي الدم في مصر كان عمر عبد الرحمن، مفتي الدم في الجزائر كان علي بالحج، وتم يعني قتل باسم هذه الفتوى في رحاب هذه الفتوى، تم سرقة في رحاب هذه الفتوى. وحدث شيء كان غريب في هذا التوقيت لكنه يقدر يفسر لنا شخصية علي بالحج. الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد كان رجل دائما بيهوى الحلول السياسية، وكان دائما بيحاول أن يبطل مفعول الفتن في مهدها، وهنشوف دلوقتي الشاذلي بن جديد كيف تعامل مع جبهة الإنقاذ فيما بعد. ده الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد قدم استقالته في أعقاب يعني فوز جبهة الإنقاذ، يعني سنتعرض لها الآن. لكن الرئيس الشاذلي أصدر عفوا رئاسيا على علي بالحج لحساب علي بالحج لمصلحته بعد مرور أربع سنوات من الخمسة، يعني كان قضى أربع سنوات وجه الرئيس الشاذلي أصدر قرار بالعفو. إيه اللي حصل؟ علي بالحج رفض أنه يخرج من السجن، رفض أنه هو يتمتع بقرار العفو، قال أنا مش عايز، لا أريد عفوا من هؤلاء، فهؤلاء لا يحكمون بما أنزل الله، لن أتمتع بهذا العفو حتى لا أمنح لعدوي نظرة شماتة أو نظرة مراجعة. أراد هذا العنيد المسلح بأفكار تكفيرية بأفكار لا علاقة لها بالدين يشعر بالانتصار الداخلي، فرفض هذا العفو الرئاسي، وقال إنه هنا في السجن أمضي عشرات الساعات في القراءة وفي تأليف الروايات وفي المسائل الفقهية وفي كتابة الشعر، لقد يعني قرأت كتب القانون وقرأت كتب كذا وكذا وكذا، فمن مصلحتي أن أمضي هذا العام المتبقي لأستفيد وأحصن نفسي بالعلم والعلوم أفضل من أن أمنح أعدائي حق أنهم ينظروا إلي على أنهم جاملوني. فرفض علي بالحج العفو الرئاسي من الرئيس الشاذلي بن جديد. علي بالحج أكد في موقعه، ليه موقع على الإنترنت، موقع إلكتروني رسمي، قال أنني تأثرت بكتابات مؤسس جماعة الإخوان حسن البنا، ومن بعده كتابات سيد قطب والأشرطة المسجلة لعبد الحميد كشك. إذن هو المنبع اللي استقى منه أفكاره ثلاثة،
أفكار حسن البنا التنظيمية، أفكار سيد قطب التكفيرية، وخطب عبد الحميد كشك التهييجية. كان عبد الحميد كشك، ممكن الجيل ده ما يعرفش عبد الحميد كشك، الشيخ كشك يعني، كان أحد الذين ضل طريقهم من التمثيل إلى الخطابة وإلى الوعظ، لأنه كان بيغلب على طابعه الطبع التمثيلي، الطبع الاستعراضي، الطبع الذي يدغدغ مشاعر الناس بسطحية شديدة في الفقه، وكان فقط يعني يتخذ من السخرية من الآخرين سواء فنانين أو مسؤولين أو وزراء أو رؤساء، يتخذ طريقة لجلب الضحكات والسخرية من هؤلاء كالطريقة إلى قلوب هؤلاء الغوغائية. كان عبد الحميد كشك في هذا التوقيت نجم الشباك الأول لأشرطة الكاسيت، كان الناس بتتابعه ويتم تناول وتداول وبيع الشرائط بتاعته على الأرصفة أمام المساجد وفي كل مكان على مرأة ومسمع من الجميع. ساهم عبد الحميد كشك من خلال طريقة أدائه التمثيلية وطريقة أدائه، كان هو كفيف، كان طريقة أدائه على المنبر طريقة بتميل في أكثرتها إلى المسرح، إنجاز التعبير أن يكون هناك مسرح، المسرح من على المنبر أو مسرح المنابر، يعني إنجاز أن يكون هذا التعبير، فهو هو الذي أسس مسرح المنابر واستفاض في هذا الدور وقام باستعراض كثيرة وتقديم عروض مسرحية كثيرة كلها من على المنابر، أثر في الداخل المصري وانتقل أيضا إلى الخارج زي ما بيقول علي بالحج. خرج من السجن سنة 1988 وبدأت الأحداث السياسية في الجزائر والخلافات بين جبهة التحرير وبين التيارات المتشددة، وحدث عملية انسداد سياسي كبيرة في الجزائر، ثم اجتمع بصديقه ورفيقه عباسي مدني. عباسي مدني ده هو كان رئيس جبهة الإنقاذ الجزائرية، وكان علي بالحج هو الرجل الثاني أول مفتي، مفتي جبهة الإنقاذ. كان هما الاثنين علي بالحج وعباسي مدني من أشهر الأسماء والشخصيات التي كنا نتناول أفكارها في التسعينيات. أتذكر هذا الكلام يعني بمزيد من الدموع نظرا لأنه كان ارتباط اسم عباسي مدني وعلي بالحج وعبد القادر حشاد، هذه الثلاثية كانت ثلاثية الدم. كنا نتابع الأخبار في هذا التوقيت في التسعينيات وفي نهاية الثمانينيات ومطلع التسعينيات بمزيد من الرعب على الجزائر الدولة، على الجزائر العاصمة، على الجزائر الشعب، على الجزائر الأمة، على الجزائر الكفاح. كان هؤلاء بيمثلوا فيما نستدعيه من ذاكرتنا فكرة حسن البنا وسيد قطب وعلي عشماوي وعبد الرحمن السندي، نفس التفكير اللي مصر مرت به في الخمسينيات، في نهايه الخمسينيات ونهايه الاربعينات وبدايه الخمسينيات، كانت الجزائر في نهايه الثمانينيات واوائل التسعينيات من خلال هذا الثلاثي، الثلاثي اضواء الدم، ثلاثي العشريه السوداء، العشريه السوداء اللي هم العشر سنوات السوداء اللي من 88 ل 98 او من 99 ل 2000 هنقولها دلوقتي. أتصور أنه لن ينسى التاريخ، لن ينسى التاريخ هذه الأسماء، هذه الأسماء الثلاثة اللي ساهمت في مقتل واستشهاد ضحايا قدر عددهم ب 250 ألف بريء جزائري. 250 ألف على مدار 10 سنوات، 10 سنوات من الدم، بحور من الدم قد جرت في هذا التوقيت بسبب فتاوى علي بالحج وتنفيذ عباسي مدني. وعباس مدني اللي مات منذ فترة قصيرة في العاصمة القطرية الدوحة، اللي بتأوي هؤلاء الأفاعي حتى مثواهم الأخير، في سؤال كبير وعلامة تعجب كبيرة علاقة قطر بهذه الشخصيات التي فعلت ما فعلت في بلدانها. تم تعديل الدستور سنة 88 وتم تأسيس حزب سياسي اسمه حزب الإنقاذ أو جبهة الإنقاذ، وكان مبدأه مبدأ الحاكمية لله والسلطة للشعب، ده العنوان العريض، الحاكمية لله. كلمة الحاكمية بتاعت مين؟ كلمة الحاكمية هذه يعني كلمة خرجت من فم ومن قلم سيد قطب في كتابه معالم في الطريق، فخدوا فكرة الحاكمية من سيد قطب، الحاكمية لله، يبقى كل اللي موجودين دول كفار
وفكرة تكفير المجتمع والمجتمع الجاهلي، فهم خدوا العنوان بتاعهم مبدأ الحاكمية لله والسلطة للشعب في الحزب بتاعهم الجديد، حزب جبهة الإنقاذ. ديسمبر 91 بدأت العشرية السوداء، ديسمبر 91 لغاية 2001، من 1991 مات واستشهد 250 ألف مواطن جزائري بسبب فتاوى وأفعال هؤلاء. بعد إعلان فوز جبهة الجبهة الإسلامية دخلت الانتخابات بعد الدستور الجديد 91 وخدت أغلبية كبيرة في حزب جبهة التحرير الوطني، يعني متفوق على جبهة التحرير الوطني. عندنا جبهة التحرير الحزب التاريخي اللي حر الجزائر وانتصر على الفرنسيين، وكان منه أبو علي بالحاج نفسه، وكان منه بالمناسبة عباس مدني، يعني عباس مدني في جبهة التحرير وأبو علي بالحاج في جبهة التحرير، أسسوا حزب إسلامي. هذا الحزب دخل في الانتخابات بلدية وتشريعية، فاز في الانتخابات أو تفوق في الانتخابات سنة 91 متفوقا على حزب جبهة التحرير. الحكومة الجزائرية لم يكن لديها بد إلا إلغاء نتيجة الانتخابات، بعد الجولة الأولى ما كملتش الانتخابات لأنه الحزب التيار الإسلامي هناك فاز في الانتخابات. تقدم الرئيس الشاذلي بن جديد اللي كان صورته موجودة دلوقتي، هذا الرجل المحترم، باستقالته في يناير 1992، يعني ديسمبر 91 الانتخابات، بعد شهر أو شهرين تقدم باستقالته الرئيس الشاذلي بعد إلغاء نتيجة الانتخابات بعد 17 يوم فقط من إعلان نتائج الانتخابات. يعني تم إعلان نتيجة الانتخابات، تفوق التيار الإسلامي على جبهة التحرير، بعدها ب 17 يوم حدث عملية ضبابية داخل المشهد السياسي الجزائري أدت وأودت بالاستقرار الموجود، واستقال الرئيس الشاذلي بن جديد من الرئاسة. كل هذه العوامل أدت إلى اندلاع الحرب الأهلية التي استمرت 10 سنوات حتى 2001، اللي احنا بنسميها في التاريخ، بنسميها حتى الآن ما تلقى أمامنا، العشرية السوداء. 10 سنين سوداء باللغة المصرية مرت بها الجزائر من 1990 ل 2001 نتيجة إيه؟ إلغاء نتائج الانتخابات في الجولة الأولى. بدأ يذهب أنصار جبهة الإنقاذ اللي هي كانت اسمها فيس إلى الجبال وإلى القرى والوديان، وبدأوا تقتيل في الأهالي، ودمرت قرى بأكملها واختفت من على الخريطة قرى ونجوع بأكملها نتيجة هذا الهياج السياسي لأنصار جبهة الإنقاذ، عباسي مدني، علي بالحاج، عبد القادر حشاد، في مواجهة الدولة والأمن والجيش بحثا فقط عن كراسي السلطة، لأنهم وفقا لسيد قطب وحسن البنا لا يمكن أن ترفع كلمة لا إله إلا الله إلا والخلافة موجودة وإلا وهم بيتولوا السلطة بأنفسهم. أنا بس بأذكر الناس وبحاول أربط بين قرار الدولة المصرية في عام 2012 و13 عندما تقدم التيار الإسلامي في الانتخابات البرلمانية وأخذ أغلبية التيار الإسلامي سواء إخوان وسلفيين، ونجاح التيار الإسلامي الذي تقدم بمحمد مرسي العياط أحد التافهين في جماعة الإخوان وفوزه بانتخابات الرئاسة، كان يمكن للدولة المصرية في حينه أن تلغي نتيجة الانتخابات، كان يمكن للجيش أن يفعل هذا مثلما فعلت الجزائر وألغت نتيجة الانتخابات في 91. عايز أقارن لأستلهم العظة والدرس. الدولة المصرية، المؤسسات المصرية وخاصة المؤسسة العسكرية قالت بأن هذا خيار الشعب وعلى الشعب أن يتحمل نتيجة اختياراته، والجيش حامي للدولة وحدود الدولة وحامي أيضا للإرادة الجماهيرية، لكن الجيش لم يقرر إلغاء نتيجة الانتخابات وقد كان. الشعب جرب في هذا التوقيت الإخوان في عام ولفظهم الشعب وثار عليهم وانتهى الأمر، وعادت مصر بعد فترة ربما 4-5 سنوات من الضلال الأمني والضلال السياسي، نجحت مصر أن تعود مرة أخرى. في الجزائر ربما نتيجة إلغاء نتيجة الانتخابات أثار حفيظة الإسلاميين في كل مكان، ودخلت الجزائر في نفق مظلم لمدة 10 سنوات. كان في عملية إرهابية جامدة جدا من جبهة الإنقاذ في 26/8/95 في وسط الحرب الأهلية، تم إعلان الخلافة الإسلامية وأعلنها واحد اسمه شريف غسمي في الجزائر، وقال إحنا خلاص بقينا خلافة
وانتهى الأمر، وأول خلافة تعلن داخل الجزائر كان سنة 95 في وسط وفي بركة الدم أو بحر الدم أو بحور الدم الجزائرية. سنة 99 جاء رئيس جزائري جديد اسمه اليمين زروال أو الأمين زروال. هذا الرجل كان يعني أصدر قرار عفو عام وبدأ يحرر قادة الإرهاب ويديهم عفو لمحاولة إيجاد حل داخل الجزائر. وكان ساعتها الأخضر إبراهيمي اللي كان بدأ يبقى وزير خارجية، والأمور بدأت تنضبط إلى حد ما في سنة 99 بعد مرور يعني 7-8 سنوات ولا 9 سنوات من بداية العشرية السوداء 91. بدأ اليمين زروال يرى في الأمور بريقة أمل. علي بالحاج قعد 12 سنة في السجن مع اليمين زروال، كان بقى له 12 سنة. خرج سنة 2003، يعني خرج 2003 بعد نهاية الألفية، بعد نهاية العشرية السوداء. أبلغته السلطات الجزائرية بحظره من ممارسة نشاط سياسي، أي نشاط سياسي، أي إلقاء أي خطب، المشاركة في أي تجمع سياسي أو اجتماعي أو ثقافي أو ديني. تخيلوا، رفض يمضي على العفو، هنعفو عنك وتقول مالكش دعوة بالسياسة، قال مش ماضي. رفض التوقيع ويضرب المثل الآخر في ضيق الأفق والعناد، ودائما هناك علاقة طردية بين العناد والغباء معروفة في التاريخ. عام 2006 انضم ابنه اسمه عبد القهار لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب، وبسرعة رأوه خلوه متحدث إعلامي، وكأنه تنظيم القاعدة في بلاد المغرب بيغازل مين؟ علي بالحاج، بيغازله. وحدث بالفعل تقارب بين تنظيم القاعدة في بلاد المغرب وبين علي بالحاج، أفكارهم واحدة، أفكار تدميرية تكفيرية ومحاولة الوصول إلى ما يسمى بالخلافة الإسلامية في بلاد المغرب والجزائر. مساء الخميس 7 مايو 2009 أصدرت محكمة جزائرية حكم غيابي بالإعدام على مجموعة بتضم 9 أشخاص منهم عبد القهار ابن علي بالحاج. ده عبد القهار أهو ابن علي بالحاج، تم الحكم عليه بالإعدام غيابيا. سألوا علي بالحاج تعليقك إيه على الحكم الغيابي بإعدام ابنك؟ قال كلام غريب جدا، قال الأحكام الغيابية لا قيمة لها، الأحكام الغيابية لا قيمة لها، أما الحكم بالإعدام فكل الناس محكوم عليهم بالإعدام. كيف يا شيخ؟ راح رد كده من القرآن، قال إيه؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. على ابنه يعني بيقول له ابنك خد إعدام، قال كل الناس محكوم عليهم بالإعدام. إزاي يا عم؟ قال لك القرآن بيقول كل من عليها فان، ابني بقى أنا كلنا هنموت. ده كان رد علي بالحاج على اللي سأله، قال له تعليقك على الحكم الغيابي وتعليقك على إعدام ابنك. لكن الصحفيين طلبوا منه يوجه كلمة لابنه، قال أنا لا أوجه كلمة لابني وإنما أوجه كلمة للدولة، الدولة هي التي صنعت هذا. سنة 2011 أعلن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مقتل عبد القهار بن علي بالحج بعد أن فجر نفسه في عملية انتحارية. ابنه اللي في الصورة فجر نفسه في عملية إرهابية ماشي على نفس الطريق بتاع أبوه. علي بالحج في حوار صدر على موقع الإلكتروني بتاعه قال كل شيء في الجزائر، الموقع اسمه كده، أنه ليس من مهماتي إدانة الأعمال الإرهابية. طلبوا منه يدين الأعمال الإرهابية، رفض للمرة الثالثة، قال لن أدين الأعمال الإرهابية، وأنا مع القتل، وأنا مع المعاملة بالقوة، وأنا مع التعامل بالتصفية، لأن هؤلاء لا يفهمون إلا هذه اللغة، فأنا لن أدين جبهة الإنقاذ، لن أدين العمليات الإرهابية، لن أجدد مواقفي، لن أغير مواقفي، لن أصحح مواقفي، كل ما كنت فيه وما زال حتى الآن بيتحدث بنفس اللغة، بنفس النبرة التصادمية التكفيرية الدموية، لم يغير وجهة نظره حتى الآن، حتى بعد أن فجر ابنه عبد القهار نفسه. وأن نحن لم نأمر بحمل السلاح، ولكن بعد قيامهم بذلك قلنا لهم لجبهة الإنقاذ بسبب عدم وجود العدل يجب علينا أن نقاوم، وأيدناهم في مقاومتهم للنظام. بيقول ساعة أبو مصعب الزرقاوي ما قام بإعدام 2، فاكرين أبو مصعب الزرقاوي في الأردن، أعدم 2 من الدبلوماسيين الجزائريين، يعني في 2 من الدبلوماسيين الجزائريين أعدمهم أبو مصعب الزرقاوي، فاكرين في بلاد العراق والشام. أيد علي بالحج ما قام بها أبو مصعب الزرقاوي وجماعته، وقال وصفهم بالمجاهدين في العراق،
قائلا إن من يرسل سفراء إلى العراق هو حاكم يقر بالاحتلال الأمريكي، والمجاهدين في العراق أعلم بما يتصرفون، معتبرا أن هؤلاء هم سفراء للأنظمة الطاغوتية. علاقته بالإخوان سيد قطب والحاكمية طبعا ده أساس، أيد محمد مرسي وهاجم الجيش المصري بشكل عنيف جدا، وما زال علاقته بالحوثيين، قال الحوثيين دول ناس محترمين مع أيد إيران فيها، وقال في النهاية أنه الدول مصر والإمارات والسعودية عملوا تحالف بيناوئ قطر الإرهابية. رد قال إيه؟ كلام خطير جدا. قال القضية ليست المراد منها قطر، وإنما إذلال أي دولة تأوي حماة التيار وقناته، معترفا أن قطر بتحمي قادة التيار التكفيري وما يسميه هو الجهادي. قال الجهاد لأنكم وقفتم مع المجاهدين والمقاومين، بقول القطريين الذين أصبح يطلق عليهم مسمى الإرهابيين، هل لأنها أوت على قطر وسندت جماعة الإخوان المسلمين ووجدت لهم مكانا، إن من يفعل ذلك كريم يستحق الوقوف معها، وقفت مع من خرج من داره وجدوا وراعوا الغلابة وأعطوهم الرعاية، بالمقابل دعا الجزائريين إلى الامتناع عن أداء العمرة وشعيرة الحج، مضيفا أنها تذهب لآل سعود. هذه أفكار علي بالحج. تعالوا نرى، نتابع كيف تحدث الكاتب الكبير والمفكر الإسلامي خالد محمد خالد عن الإخوان المسلمين. لقد تلوثت يد التنظيم السري للإخوان بالدم الحرام، والسمة المشتركة بين الإخوان إلا قليلا منهم كانت في تعجل الوصول إلى الحكم، ثم في التعصب للفكر الإخواني ونبذ كل ما عداه، ثم في غياب الوعي السياسي الرشيد عن تفكيرهم. وفي مثل هذا المناخ يفرخ العنف ويبيض، ويصبح التطرف إلى حد استباحة الدماء شعيرة أو فريضة. هل كان الإخوان يريدون حكماً تطاول استبطاؤه؟ خالد محمد خالد. عماد، فرغت من حديثي عن هذا العجوبة، وأنا أيضاً فرغت من رسمه. نحن الآن، أنا الآن أمام الفنان التشكيلي الموهوب علي بالحاج. طبعاً أنا ما أقصدش الموهوب تشكيلياً، أنا أقصد الموهوب قتلاً وذبحاً ودماءً، وهو ينفذ هذا الحكم. دي الموناليزا بالضبط. وهو ينفذ هذا الحكم، يعيد رسم الموناليزا، ثم ينفذ حكم قطع الرقاب تشكيليا باللوحة. رائع.